الأطفال فيها حاجتين يعني تعبينها جدا، فيها مشاكل. فيها أولا إن الاستيراد مقفول بتاع لعب الأطفال، ممنوع استيراد لعب الأطفال. النقطة التانية إن سعر الدولار العالي قوي دوت مغلي سعر اللعبة جدا. ايوه يعني دلوقتي استيراد لعب الاطفال ممنوع، آه امال حضرتك جاب البضاعه دي منين؟ لا، دي كل البضاعة اللي موجودة في السوق بتعتبر بواقي دلوقتي، يعني يعني ده حضرتك عند مستوردين كل اللي عنده بضاعة بيدينا منها، والبضاعة بتخلص مش هنعرف نجيب تاني، فمش عارفين نعمل ايه. يعني انا بفكر حتى اغير النشاط، او ربنا يكرمنا بقى، بان ربنا يكرمنا وننتج في مصر حاجة كويسة نعرف نشتغل فيه. يا ريت، احنا بندعي يعني. يعني لو اللي عند حضرتك دي بقى لعب اطفال لو خلصت مش هتعرف تجيب زيها، ما اعرفش اجيب زيها. لان مفيش استيراد اساسا. مفيش، مفيش استيراد، الاستيراد مقفول بتاع اللعب. ولو في استيراد فسعر الدولار غالي، فسعر اللعبه غالي، فالاب مش هيقدر يشتري لابنه لعبه يلعب السعر بيها. عالي، السعر عالي جدا طبعا، السعر عالي. يعني حضرتك الدولار من 8 لدلوقتي ب 18. تمام. طب انت شايف الحل ايه في موضوع لعب الاطفال ده؟ والله هو موضوع لعب الاطفال ده الحل في التصنيع، بس التصنيع احنا ما عندناش تصنيع. يعني احنا لغايه دلوقتي ما عندناش التصنيع الكافي اللي يفتح محل. احنا بندعي ان يكون في تصنيع في مصر، وان يكون في خير في مصر طبعا، والاقتصاد بتاعنا يقوى. لكن بالحاله ديت، لان احنا في الاول احنا كنا معتمدين على الاستيراد، ودلوقتي ما فيش استيراد خالص، فكل اللعب اللي موجوده عند اي محل دلوقتي يعتبر بواقي.